واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية. صلى الله عليه. وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى. So
لكنه الإيمان من يكفر به يلقى المفاوزة سهلة الأكناف. العطر الثالث مع أستاذ بلال فليتفضل. ابني مطر ابني نساء ابني معد ابني أدنى اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية صلى الله عليه إظهاره جسما وروحا بصورته وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهك
محمد ولا أنت صنع كريمة في قومه والقوم فحل مأرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيث المحنق العطر الرادع ما فضيلة هاشم عبد الله فليتفضل ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إليام اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ولم
صلى الله عليه وتكبر ما بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. اللهم صل وسلم عليه. مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء. صلى الله وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عالجت بالرأي الرجح فأعرضوا ودعوت بالأدب الكريم فأحجموا حتى إذا عز البيان تكلمت سمر القنا ودعا نزال المقدم. صل عليك الله. الشمائل الأول مع فضيلة الأستاذ محمد علي إسلام فليتفضل. وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم اكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات صلى الله عليه مرقوع القامة أبي ظلام مشربا بعمره وسالين أكعوما أهدب الأشفار قد منع الزجل عجبا. اللهم صل وسلم عليه مفلج الأسنان من النفس
ويدرى. اللهم صل وسلم عليه. يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية. صلى الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلعل ذكرك الشدية رقية يحيا بها تاريخنا المتقدم. صل وسلم ذو الجلال عليك ما غنت متوقة وكبر مسلم. الشمائل الثاني مع فضيلة الأستاذ محمد آدم، فليتفضل. إلى أن ناده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخفف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شأته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية. صلى أدفعه الفقر أشواك. اللهم صل وسلم عليه. ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية. صلى الله. ولا يقول
عليه وعلى آله. رسولا شفى جرح الشعوب وكلما تبدى الأسى كان الطبيب المداوية. أصيح له في جانب القبر واسمع أنينا بدا في الروعة الليل داويا. يطل علينا سائلا أين أمتي وأين تعليمي وأين مناري. مع الدعاء مع فضيلة القاضي القضاة لمنطقة التنحور. ونختم ونصلي ونسلم على النبي المختار. اللهم يا باسط اليدين للعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفى. يا الله من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه. يا الله يا من تفرد باللقواء والقدم والأسدية يا من لا يرجى غيره ولا يؤول على سواه. استرشده واستهدى. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات شك دجى. ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بالسورة وأولهم بمعنى. يا الله وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة. يا الله وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله. وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله. أن توفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنى. آمين. وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الأعمال ما بك ظننا. آمين. وتكفينا كل مثل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى. آمين. وتدني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية وتمو عنا كل ذنب جنينا. آمين. وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذرا. آمين. وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا. وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأغض
عظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخيا، واسقنا غيثا يوم انصياب سيبه السب سبا وربا. اغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزجي نسبته ومنتمى. آمين. وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين مقيله وسقنا. اللهم صل وسلم على أول قادر للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. ما شيفت الآذان من وصفه درزي بأكرات جوهرية، وتحلت صدور المحافل المنيفة بوقود حلا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كلمة الشكر مع أبينا الشيخ محمد مالك حسين. سي بون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كويس وتكوفوا وإسلام watukufu wananya watukufu wanzani kwezi watukufu mawaziri wa serikali wa leo na maudu na wachana wabira kwezi watukufu maprefe watukufu mamera kwezi watukufu ekawandu wadisa gongo njema wanduzitimizia wema namtafadhali mwishizo shukura zatu sharijua enamna boko lwezadogo zinza kaupangwa wa ima chimisiwa banu ndembavu ya nyimakomo vatima nelechichila mwengwa juu ili nishukurie zengayo nitukufu za anyu nishukurie mahaba ya anyu nasi nishukurie uwema wa anyu nasi shamara habaya weho watukufu ikaonora kawadhukuru wanu
nangari mombe yao ni hamara ya bili masili awema mwele maule wema na salama insha Allah taala humi jiniani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نتواصل بسورة الفاتحة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مأيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. التعرفة يا لواء وحمى مجاهدين أنا أسكت يا غابون Manam banana. Ah,